بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد، فإن الله تعالى قد من علينا بنعمة الإيمان، ومن على الأمة بعلماء هم الذين أكرمهم الله تعالى بما أعطاهم من علم لينيروا للناس السبيل إلى الله وإلى عبادة الله عز وجل، وهم ورثة الأنبياء بلا ريب. ومجيئنا كان دافعه وسيبقى إن شاء الله مرضاة الله عز وجل أولا، وطلب العلم الذي يوصل إلى ذلك إن شاء الله. فوالله إنها لساعة طيبة أن نلتقي بشيخنا وبعالمنا وبأستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، اسمي أهالي الحي أولا حي شويكة. نرحب أجمل ترحيب بشيخنا الفاضل، وباسم أهالي المفرق وعلى وجه الخصوص طلبة العلم فيها، يرحبون أيضا جميعا وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا اليوم مع أستاذنا الكريم. ولا ضير فكلنا شوق إلى سماع ما عنده من درر العلم ومن الحكمة إن شاء الله، فلنستمع إليه فيما من الله تعالى عليه من علمه، ثم بعد أن يكتفي أو أن يكتفي شيخنا فإن باب السؤال سيفتح على أن يكون السؤال مكتوبا والورقات متوفرة إن شاء الله. ساعة طيبة أكرر، وأهلا بشيخنا الكريم. أهلا بكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر الأخ الأستاذ إبراهيم على كلمته وعلى ثنائه، وليس لي ما أقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك الله
ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الأكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ فأقول اقتداء به، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق أقول لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخينا الفاضل إبراهيم، وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر.